عام 2003 يستطيع الصحفيون ملاقاة إله الشمس الذي ما يزال متربعا على عرشه في صدر قاعة الحظر داخل المتحف الوطني. والفضل في هذه السابقة كان لاحتفال وزارة السياحة والآثار باليوم العالمي للمتاحف. تعود إلى 300 سنة قبل الميلاد، في هذه القاعة برزت لأول مرة في التاريخ سلالة عربية أدانت بالديانة المسيحية، أسست لسلالة عريقة جدا في حضارة وادي الرافدين. ورغم تأهيل المتحف الوطني وصيانة موجوداته بنسبة كبيرة واستعادة أكثر من 120 ألف قطعة أثرية سرقت إبان أحداث الحرب، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا لإعادة افتتاحه أمام الزوار. حتى أفتتح للعامة وللزوار وللموظفين وللمعنيين وللمدارس أحتاج لمزيد من المستلزمات الضرورية، حماية داخلية للمكان بصفة مرشدين للقاعات، ما زلت يعني أعاني من عجز وقصور في هذا الجانب، إضافة إلى عامل التنظيف والحماية، المتحف العراقي بكامل قاعات المترامية الأطراف بلا موظفين للتنظيف. مدينة الحظر تأسست في العام 300 قبل الميلاد في منطقة قرب الموصل، ويعد سكانها أولى السلالات العربية التي اعتنقت الديانة المسيحية وتركت آثارا مثيرة لإعجاب دارسي التاريخ العراقي والإنساني. لكن هذه الآثار المعروضة في قاعة الحظر تعرضت إلى حملة نهب وتخريب في أحداث عام 2003، لم يستطع حتى إله الحب والحرب المعروض هنا التصدي لها. حسين أسد، السومرية.